مسيرة كولار المشرق العربي بلشت مع مدربه وقائده المايسترو إبراهيم بن باشي من العام 2005، وطلوا من وقتها على المسارح بلبنان والخارج من العام 2017 ولغاية اليوم، والمسيرة مستمرة بإحياء أمسياته اللي عملت كافة المناطق اللبنانية وكبر جمهوره ومحبي الأناشيد التراثية والروحية، وإحياء الأمسيات الرمضانية المميزة إنشاداً وابتهالاً مع حلول شهر التوبة والبر والإحسان، شهر رمضان المبارك. رح نبلش بابتهال لشهر رمضان مع الكورال. قلت ليالي حلوني، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي، ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي، هلت ليالي، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة البركة فيها. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة البركة فيها، الأنس فيها. الله أكبر، ارحمنا بيها. الله أكبر، ده الأنس فيها. الله أكبر، ارحمنا بيها. الله أكبر، يا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي، هلت ليالي، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي، ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي، هلت ليالي. أكيد أهلا وسهلا فيكم، نرحب بالمنشدين بالكورال إسعاف القيسي، ريما الحريري، ميرنا الأل، كوكب حلا، حنين عيتاني وخالد مارينا. نرحب فيكم كلكم جميعا، وأكيد نعرف يعني قد ايه هذه الفترة بتكون كمان صعبة على الكل، فبنتمنى لكم كل التوفيق. وأكيد بدنا نرحب بمايسترو ومدرب كورال المشرق العربي إبراهيم البن باشا. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بالحلقة. يعني اللي بيعرف الكورال بيعرف إنه تقريبا الكورال بيزيد عن 50 شخص، شفنا نعم. كمان بالفيديو وقت بلشنا انه في 50 منشد ومنشده نعم. بالكورال نعم. وهيدا عدد منه هين يعني نعم. نحن عم نشوف عينة صغيره، ولكن 50 شخص عدد كتير كبير. كيف بتحافظ على التمرين وبتقدر كمان تكون عم بتقوم بقياده هيك عدد من الأشخاص؟ اول شيء صباح الخير ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جمهورنا العزيز وعلى الجمهور اللبناني. السيطره على هذا العدد اكيد فيها صعوبه، بس بتهون الصعاب بس يكون الكل متعاون. أكيد. فهذا من أهم العناصر، أنه السيطرة، لأنه الكل ملتزم بالدقة وبالوقت وبالاحتراف لحتى نطلع أحلى شيء عنا. أكيد، وهذا أهم شيء لما يكون كمان في جروب كتير كبير يكونوا كمان كلهم صحيح. عم بيشتغلوا بذات لا منضبطين ما شاء الله دايما. وأنا بوجه لهم كمان تحية وللباقيين ببيوتهم. أكيد. تحية خاصة للكورال، كورال المشرق العربي، لأنه الكل عم يتعب في سبيل الجمال والكمال ان شاء الله. مزبوط، وخاصه بهذا الشهر بنعرف يعني قد ايه الاناشيد والابتهالات كمان مهمين كرمال نعيش جو الشهر الفضيل. صحيح. ونكون عم نتقرب اكثر واكثر ونعيش كمان فتره الصوم بطريقه حلوه. استاذ ابراهيم، هيديك السنه كنتوا معنا كمان نعم. وبنعرف دائما يعني عم بيكون في تطورات بالكورال، نشاطات جديده، خبرنا شوي عن السنه اللي قطعت نعم. كيف كانت؟ تلفزيون لبنان، تلفزيوننا بصراحه هو كانه بيتنا، نحن دائما بطلع بكل المناسبات، وشكرا للمعدين وللكل عم يتعبوا بهذا العمل. بالنسبه لموضوع رمضان القادم، نحن عندنا امسيتين، اول وحده الخميس الجاي ب 21 اذار بدار الايتام مقابل سبينس، حفلة خاصة لدار الأيتام.
بدعوة منهم خاصة، وبعدين عنا الإيفنت المرتب اللي هو خاص لأن اللي بندعي عليه جمهورنا ببطاقات باثنين نيسان باليو اس جي اليسوعية مسرح بيير أبو خاطر على طريق الشام القديمة. أكيد هلأ بنرجع بنذكر الأشخاص كمان لكل الأشخاص اللي بدها تعرف أكتر، ولكن اليوم بالتحديد مقابلتنا بدنا نكون عم نفوت المشاهدين كمان بيروح العيد وننقلها لعندهم، فرح نكون عم نركز كمان على الكورال وعلى الأناشيد. هلأ رح نسمع، شو رح نسمع؟ نعم هلأ أقبل يا باغي الخيري أقبل يا واحد اثنين ثلاثة أربعة رمضان السعد أيام تسمو فضلا مدى الدهر غني الأشواق مفتتحا شهرا بمكارم فرحا واشدوا الألحان ممتدحا بقوافي الشعر والنثر بصنوف البر فاستبقي يزهو كالروض في الأفق بصنوف البر فاستبقي من طيب شذاه وانتشقي عبقا من نشره العطري أقبل يا باغي الخير واهنأ بالأنس والبشر. يعطيكم ألف ألف عافية أستاذ إبراهيم. يعني حضرتك خبرتنا شوي بطريقة ما عن كمان البرنامج اللي عم بتقوموا فيه كرمال شهر رمضان. نعم. ولكن نعرف كمان التحضير بهالفترة بيكون أصعب وأصعب. نعم. يعني هلأ كمان ذكرت في عندكم الحفلة الكبيرة اللي هي رح تكون على مسرح بيير أبو خاطر. نعم صح. باثنين نيسان إذا الله رد اليو اس جي. خبرنا كيف بيتم التحضير وقديش هلكم عم بتحضروا لهيك نوع من النشاطات؟ هذا النشاط بصراحة هني في موسمين بالسنة كتير بالنسبة لنا مهمين، موسم رمضان وموسم المولد الشريف. بس برمضان بيأخذ الحصة الأكبر أكيد. من الإعداد والتدريب والتهيئ. صرنا تقريبا شهرين نحن عم نتدرب على أنه نوصل لهالنتيجة المطلوب تكون بارعة إن شاء الله تعالى ومتقنة باثنين نيسان. وطبعا كل فروعة أنطوان، مكتبة أنطوان، بيع البطاقات، حجز البطاقات بمكتبة أنطوان بعشر فروع. لكل الأشخاص اللي عبالها كمان تعرف تفاصيل أكثر بكل فروعة أنطوان. صحيح أنطوان بيعرفوا كل التفاصيل كمان. أستاذ إبراهيم، يعني الكورال نعرف نحن أكيد بيتقن المقامات الشرقية. نعم. ومختص بالأنشيد الدينية والروحية كمان. نعم. ولكن عم نشوف الجمهور كتير متعدد والجمهور عم يكون قابل. كيف عم تشوف ردة فعل الجمهور؟ نعم. وكيف عم بيكون تلقي هالأنشيد؟ نعم. كمان نحن بدأنا بالإنشاد الديني صحيح المحافظ المعتدل، بعدين أضفنا له الأغاني الاجتماعية اللي بتمس كمان واقعنا الحالي، بنحكي عن البي وبنحكي عن الأم وعلى باقي المواضيع اللي بتناسب المواضيع الاجتماعية، وكمان حكينا الوطن والوطن العربي. فصار كورال المشرق جامع لكل هول، مش بس عنده صفة دينية، لا اجتماعية وطنية ودينية محافظة. صحيح حلو كتير. يعني كمان عم نشوف الفن أكتر وأكتر عم يطرح قضايا اجتماعية. نعم. بطريقة ما، ولكن بطريقة كمان كتير حلوة وعم توصل للجمهور. نحن هدفنا نوصل الأصالة والتراث عبر كثير من المواضيع، مش حصرا بالموضوع الديني، لا عنا اجتماعي بقوة. وكل أمسي بنحكي شيء عن
اجتماعي مهم كتير بيمس قلوب الناس. وبذات الوقت كمان عم تنقلوا فن وتراث كتير مهم وعم تقدروا تحافظوا عليه ككورال وعم تقدروا تفرجوه للعالم. هو اهم شيء بنقل الكل التراث فيك تنقله مثل ما هو يمكن ما يتقبلوه، بدك تنقله بقوالب جديده وبطريقه جديده وتوزيع جديد لحتى يعني هي شغله منز يعني من زمان كانوا يقعدوا يسمعوا غنية ساعة مزلو. اليوم بعصر السرعة صار بدك 3-4 دقائق تنهي الموضوع نزهق منها دغري أو نعم لا بس لا عم يوصل التراث لهم بطريقة كتير مهضومة، لذلك جمهورنا عم يكبر ويزيد إن شاء الله. بسم الله عليهم مبينين الصبايا والشباب نعم. كمان كتير أدى نعم. وكمان كتير متفنين لل الله يعطيهم العافية جميعا، هذا شيء كتير حلو. رح نسمع شيء بعد آخر نعم. شيء من الكورال نعم تفضل نعم. مرحبا يا هلال. واحد اثنين من دون أهات لا واحد اثنين ثلاث أربعة. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا راق البال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا راق البال. قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان. رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. يعطيكم ألف ألف عافية. أنا بدي أرجع أشكركم لحضوركم معنا، أكيد المنشدين بالكورال إسعاف القيسي، كوكب حلاق، ريما الحريري، حنين عيتاني، ميرنا القل، وخالد مارينا. يعطيكم ألف ألف عافية، وتحية كمان لكل الباقيين الأعضاء المنشدين اللي ما قدروا يكونوا معنا. وأكيد شكرا كتير لك إبراهيم البنبيشي مايسترو ومدرب كورال المشرق العربي. يعطيكم ألف ألف عافية. برجع بذكر كل المشاهدين الحفلة الأمسية إذا بدنا نقول على مسرح بيير أبو خاطر بالأشرفية باليو اس جي 3-2 نيسان القادم إذا الله راد. نعم. بليبريري عنطوان. لا 2 نيسان مش بلا القادم عفوا. اللي جاي. بس موضوع البطاقات بليبريري عنطوان. صحيح. يعرفوا كل التفاصيل وبيقدروا كمان يشتروا البطاقات ويكونوا مش بس عم بيشجعوا الكورال ولكن عم بيستمتعوا كمان بالأناشيد والابتهالات لشهر رمضان المبارك. بريك ومنكمل.